السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة تعليم الرسم 3D. إن شاء الله هنرسم وردة جديدة بشكل جديد بالنسبة للناس المبتدئين بأسهل طريقة وأفضل طريقة. بس قبل ما أبدأ إن شاء الله، لأول مرة يشوفني ما ينساش يدعمنا باللايك والشير واشتراك في القناة. أول حاجة في الوردة يا شباب نرسمها الكاسة، دايما نرسم الكاسة الأول زي ما حضراتكم شايفين مع بعضينا، واحدة واحدة وخطوة خطوة بالمنظر ده. يا جماعة أول حاجة نعملها للكاسة، نحب نعملها زي ما حضراتكم شايفين، نجيب دي بالدوران كده تمام يا شباب. بعد كده هنعمل فرع تاني اهوت ورق خارجيا بالنسبة للوردة، نرسم ورقة من الخارج بالشكل دوت تمام يا جماعه. بعد كده هنعمل الورق بتاع الاخضر، ورق بتاع الورده بالشكل الجميل ده تمام. بعد كده هنرسم ورقه تانية بالمنظر ده تمام يا شباب. بعد كده هنعمل ورقه تانية بالمنظر ده، الورق بتاع الوردة تمام. بعد كده هنعمل ورقة تانية بالمنظر ده تمام يا شباب. عايزين نعمل بقى كاسة الناحية التانية بتكملة الوردة، هنعمل كاسة تانية كده بالشكل ده الطريقة سهلة جدا مفيهاش أي صعوبة، بعضينا واحدة واحدة وخطوة خطوة. بعد كده نعمل ورقة تانية زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده كده المنظر الجميل ده. بعد كده نعمل ورقة كده المنظر ده زي ما حضراتكم شايفين تمام. عايزين بقى نعمل ورقة من الخارج من فوق الوردة زي ما حضراتكم شايفين، دي شكل الورقة بالمنظر ده تمام يا شباب. بعد كده نعمل فرع المنظر ده بعد كده نعمل فرع تاني نفس المنظر ده بالشكل دوت. بعد كده هنعمل فرع زي ما حضراتكم شايفين، هنعمل ورقة تانية اهيت بالمنظر ده. بعد كده هنعمل الفرع بتاع الوردة، بعد كده هنعمل الدوران بتاعه. أظن مفيش أسهل من كده وطريقة سهلة جدا مفيهاش أي صعوبة يا شباب. بس بالله عليكم ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد إن شاء الله.